ونبدأ العربي اليوم مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي وآخر التطورات نستهل من ليبيا، حيث أقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المقوش على خلفية اللقاء التي جمعها بنظيرها الإسرائيلي في روما الأسبوع الماضي، بينما ينتظر المجلس الرئاسي توضيحا من الحكومة عن اللقاء. وكانت مختلف المدن الليبية شهدت احتجاجات عدة تخللها إغلاق طرقات واقتحام مبنى وزارة الخارجية احتجاجا على اللقاء. للتفاصيل من طرابلس مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد. تحياتي عبد الناصر. إذا دبيبة أقال المنقوش، فهل هو فعلا لا يعلم أم أنه تخلى عنها لأن حسب الرواية الإسرائيلية كان يعلم بهذه اللقاءات؟ ما الذي نعرفه يا عبد الناصر؟ نعم ديما، هو القرار النهائي فيما يتعلق بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن منصبها، هذا ما يحاول رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة على الأقل فعله في هذا الوقت الذي يشهد فيه الشارع غضبا واستياء كبيرين على خلفية ملابسات اللقاء الذي جمع المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهن. ربما هو يحاول على الأقل تهدئة الشارع بأنه لا يعلم، لكن بدأت بعض الوسائل الغربية يعني تكشف المزيد من المعلومات حول ما حصل من ملابسات هذا اللقاء السري والذي تكشفت حقيقته على خلفية إعلان وزارة الخارجية عن الإسرائيلية عن فحوى هذا الاجتماع. لكن ربما نتحدث بشكل أكثر واقعية الآن فيما يحصل في الشارع في طرابلس ديما. الآن هناك تجمع جديد للمتظاهرين الآن أمام وزارة الخارجية بجوار مكتبنا. الحالة متوترة أمنيا، تزايد المتظاهرين على ما يبدو في تجمع جديد لاقتحام وزارة الخارجية من جديد. هناك أيضا تجمع في وسط العاصمة الليبية طرابلس تحديدا في ميدان الشهداء لتجمع آخر على ما يبدو سيكون الأكبر هذه الليلة، وقد يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة للمطالبة بإسقاط الحكومة، وليس فقط يعني الإعلان عن موافقتهم إقالة الوزيرة فقط. الآن المطالبات في الشارع ليست في ما حصل، وإنما بضرورة مغادرة الحكومة، حكومة دبيبة، عن المشهد السياسي في ليبيا. تتواصل من جهة أخرى إغلاقات الشوارع، نتحدث عن إغلاق للمدخل الغربي من جهة مدينة الزاوية بشكل فعلي وقطع الطريق أمام المرة المتوجهين إلى العاصمة طرابلس. كذلك قد يتوقع فعليا إغلاق الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس ومدن الشرق الليبي بشكل فعلي. ربما سنشهد أيضا احتجاجات ليلية الآن، وربما بدأ حتى البعض يجهز لهذه الاحتجاجات عبر جمع الإطارات لإحراقها وإغلاق الطرق الرئيسة. نتحدث عن مزيد من الإدانات والبيانات الصادرة عن سواء مكونات السياسية والتيارات المدنية من جهة، وكذلك الاجتماعية والقبائلية التي ترفض رفضا قاطعا أي مساومة فيما يتعلق بالبقاء بالسلطة مع إبرام أي اتفاق أو تطبيع مع الجانب الإسرائيلي.